قادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الأمريكي يبحثان آفاق التعاون بين البلدين ومجمل الأحداث في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية وموقف البلدين منها. سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز يشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد باختياره وليا لولي العهد. في بيان من الديوان الملكي، سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز يتلقى البيعة الأحد والاثنين القادمين بعد صلاة الظهر. استمرار التوتر في طرابلس، والحكومة اللبنانية تؤكد عزمها على إنجاح خطتها لإعادة الأمن. مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يدين جرائم النظام السوري والميليشيات التابعة له ضد المدنيين. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما آفاق التعاون بين البلدين ومجمل الأحداث في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية وموقف البلدين الصديقين منها. جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين لفخامة الرئيس الأمريكي في روضة خريم اليوم. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في روضة خريم اليوم فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له. وقد أجريت لفخامته مراسم استقبال، حيث كان في استقباله عند باب الطائرة المقلة له صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه. بعد ذلك صاحب سمو ولي العهد فخامة الرئيس الضيف إلى مقر خادم الحرمين الشريفين، حيث صافحه الملك المفدى مرحبا به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية. عقب ذلك رأس خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الأمريكي جلسة مباحثات جرى خلالها بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في جميع المجالات. كما بحث الزعيمان مجمل الأحداث في المنطقة، وفي طليعتها تطورات القضية الفلسطينية والوضع في سوريا، إضافة إلى المستجدات على الساحة الدولية وموقف البلدين الصديقين منها. حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير. كما حضر من الجانب الأمريكي معالي وزير الخارجية جون كيري ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس وسفير الولايات المتحدة الأمريكية المعين لدى المملكة جوزيف ويستفول والمساعد الخاص للرئيس ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج فيل جوردن وكبير مديري الشرق الأوسط في مجلس الأمن الوطني روب مالي.
وكان فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد وصل إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة، وكان في استقبال فخامته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جوزيف ويستفيل، ومدير عام مطار الملك خالد الدولي يوسف بن إبراهيم العبدان، ومندوب عن المراسم الملكية وأعضاء السفارة الأمريكية لدى المملكة. ويضم الوفد المرافق لفخامة الرئيس الأمريكي معالي وزير الخارجية جون كيري ومعالي مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي سوزان رايس. وحول زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة ينضم لنا عبر الهاتف الآن الأستاذ جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة الحياة. أستاذ جميل مساء الخير. أهلا بك. ما أبرز الملفات التي سيتم تناولها خلال المحادثات بين المملكة كقوة إقليمية في المنطقة وكذلك الولايات المتحدة؟ طبعا دعني أوضح أولا أن زيارة الرئيس أوباما هي لإحياء الثقة وإصلاح العطب الذي أصاب العلاقة السعودية الأمريكية في الفترة الأخيرة. وخلال هذه الزيارة تعمل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة خلال المصارحة والمكاشفة إلى إيجاد حلول حول الملفات التي تم الاختلاف بسببها في إيران ومصر وسوريا والعراق واليمن. هناك رغبة من قبل الطرفين بتعميق التنسيق في الملفات الإقليمية الساخنة حول برنامج النووي الإيراني، وأيضا الأزمة السورية والمساعدات ووصول المساعدات إلى اللاجئين، وأيضا الموقف من مصر وعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط التي هي متعثرة منذ أكثر من 60 عاما. البرنامج النووي الإيراني والأزمة السورية هي في صدارة لقاء الرئيس أوباما وخادم الحرمين الشريفين، كما أنه الرئيس أوباما الزيارة حضر لها منذ فترة وتمت بناء على رغبة الرئيس أوباما. وسبقها زيارات متبادلة من السعوديين والأمريكان. آخر زيارة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف إلى واشنطن التي عقد اجتماعات موسعة مع كبار الوجوه في إدارة أوباما. جميل. هذه الزيارة هي لزيادة فعالية الدعم للمعارضة السورية المعتدلة من خلال الدعم العسكري مثلما المملكة تطالب بذلك لتغيير موازين القوى. ويبدو أن الولايات المتحدة غيرت من استراتيجيتها في الفترة الأخيرة ومستعدة لزيادة المساعدات للمعارضة السورية، كما إلى تنسيق المساعدات والدفع بمرحلة سياسية انتقالية. نعرف أنه أيضا أهمية دعم جيران سوريا خصوصا لبنان والأردن لاستضافتهم أكثر من 1,000,000 لاجئ. وهذا الملف السوري ملف رئيسي والمملكة تهتم به كثيرا، كذلك الملف الإيراني. ورغبة المملكة إلى أن لا تكون مكافأة إيران على التدخل في سوريا لقتل السوريين والبطش بهم وارتكاب مجازر ومذابح إلى جانب نظام بشار الأسد، أن تكون مفاوضات وحلول دبلوماسية على حساب المنطقة، أو تقديم مكافآت لإيران مقابل ما تقوم به من تعنت في كثير من ملفات المنطقة. هناك واشنطن تعمل تفرق بين استخدام الحل الدبلوماسي وبين أيضا تصرف إيران
على المستوى الإقليمي. نعم أستاذ جميل. خلال في سوريا أو في العراق. نعم. وترى حل المعضلة النووية هو أولوية في الوقت الراهن. نعم. أستاذ جميل كإعلامي وكمتابع للأحداث تحدثت عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير حول البرنامج النووي، كذلك الملف السوري والمحادثات أكيد أنها ستنصب حول هذين الشيئين، الاتفاق الأمريكي الأخير وكذلك الملف السوري. كمتابع للأحداث هل تتوقع بأن تتغير السياسة الأمريكية في هذا الجانب؟ هل تتراجع عن ما كانت عليه؟ طبعا لتعرف انه الرئيس اوباما هو من لديه الرغبه في زياره المملكه العربيه السعوديه، ونحن شاهدنا اليوم كيف ايضا المملكه ابدت يعني استياءها في وقت سابق ورفضت مقعد مجلس الامن وارسلت رسائل عده الى واشنطن واوضحت بانها في على مفترق طرق في العلاقات، لم تصل الى حد القطيع، لكن هناك ايضا اختراق واختلاف في ملفات متعددة. لكن الرئيس أوباما في زيارته للرياض اليوم يسعى إلى طمأنة المملكة العربية السعودية كحليف استراتيجي حول العلاقة الاستراتيجية والتزام واشنطن بأمن المنطقة واستقراره وفتح الباب أمام تكثيف التعاون ومحاربة الإرهاب. هذا أمر واضح، لكن هناك ملف إيران لا تزال إلى الآن واشنطن تطلع المملكة على مسار المفاوضات لكنه أيضا إيران لا تزال إلى الآن تتدخل في شؤون المنطقة، تتدخل في العراق، تحاول التهام البحرين، تقتل السوريين في سوريا وترسل الميليشيات مثل حزب الله وأبو الفضل العباس، والمعضلة وتحاول أن تتعند في ملفات بشكل أكبر في المنطقة. الولايات المتحدة لا تزال تفصل بين موضوع المفاوضات في الملف النووي وموضوع أيضا تصرفات إيران على المستوى الإقليمي، ولذلك المملكة العربية السعودية ترى بأن إيران تدخلاتها هي ما يخلق الفتن والاضطرابات والكثير من النزاعات والصراعات في المنطقة، ولذلك يجب أن تتدخل ويجب أن يكون هناك حسابات على مثل هذه التصرفات. اليوم الملف السوري ملف مهم جدا، المملكة العربية السعودية تطلع بدور مهم وتدعم السعودية القرارات الصعبة في هذا الأمر، ولديها يعني تصريحات واضحة في هذا الشأن، وأعتقد أنه هناك تقارب جدا أو على الأقل تطابق في وجهات النظر بين واشنطن والرياض في الملف في الأزمة السورية. هناك بعض الاختلاف في موضوع البرنامج النووي الإيراني، هناك أيضا محاولات الرئيس أوباما يحاول أن يشكر المملكة بقدرتها على الدعم لجهود السلام في منطقة الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين. يعني كل هذه الأمور هي حدثت، لكن الأهم من هذا الأمر هو العلاقات الثنائية. الأستاذ جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة الحياة من الرياض متحدثا عن زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة، شكرا جزيلا لك.